شرف كبير، شرف كبير استاذ امير، شرف كبير لاي لاعب وانا ضمنهم، يعني اني امثل نادي كبير ونادي عريق زي نادي الاهلي اكيد اتشرف، اتشرف في هذا الشيء. تمام. ما عندي اي شك في هذا الموضوع ولا بعكس، يعني انا قبلت الموضوع وتقبلته، واكثر من نادي يعني كلموني ان كان الزمالك او النصر السعودي، بالعكس يعني انا قبلت ببعض الاهلي وحتى كلمته كثير انه يفتح المجال بالتفاوض مع النادي الاهلي، لانه نادي كثير واي لاعب يتمنى يلعب في نادي الاهلي، لكن النادي الاهلي الاداره شويه يمكن حاطين ليفل معين بالانتقال، وكلمني وكيلي في هذا الموضوع، يعني رقم مش متخيله ابدا يعني، ولا ضمن الخيار، يعني راتب شهرين، راتب شهرين خصوصين تفاعلي مقدم على سنه، راتب سنه، راتب شهرين خصوصين هنا. فقلت له، قلت له بالعكس انا اتشرف العب في نادي الاهلي ونادي كبير و كل حاجه، لكن لما ما بيوافقوا على شروطي وما اخذ انا اللي يشيل لي انا على اللي اخذه في الصين، مش حتنزل عن العقد اللي في الصين، يعني انزل تحته، اللاعب لما يوصل يكمل ياخذ اكثر مش يرجع ياخذ اقل، صح ولا لا؟ بالعكس انا ما امنعت هذا الشيء ولا رفضت، يعني حتى السيد علاء مهيوب معه هو مدير اللجنة الفنية أو حاجة، حتى لما كلم الوكيل بتاعي الوكيل قال له الرقم ده، يعني حتى الوكيل، في وكيل موجود هو مع النادي الأهلي هو اللي متواصل مع وكيلي في هذا الأمر، وقال له مستحيل المبلغ ده، وحتى وكيلي قال له مستحيل، حتى اساسا مش هفتح الموضوع مع احمد في الناحيه دي، لانه المبلغ قلت لك يعني راتب شهرين اخذه في الصين، قلت له لا انا ملتزم في عقد في الصين وحيخلص الموسم بعد ان شاء الله شهرين وثلاثه في نوفمبر يخلص.